السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل أصحابي وأحبابي في قناة بانوراما الأعمال الخشبية، ومقطع جديد إن شاء الله مميز. إن شاء الله نقدم لكم النهاردة مقطع لغرفة نوم كلاسيك بسرير شيزلونج. معنا سرير شيزلونج إن شاء الله هنعرضه عليكم حالا، بس يا ريت قبل اي شيء ما تنسوش في اللايك والاشتراك اللي لسه ما اشتركش وتدعمونا. طبعا ده معانا الاستاذ مجدي، ده المعلم مجدي، ده راجل صنايعي درجه اولى، يعني ايده ما شاء الله نظيفه جدا. مجدي ابو ايه ده يعني درجه اولى في الصنعه ما شاء الله عليه، شغال معانا وقمه الاتقان وعنده طوله بال وصبور في الشغل. ده شيزلونج. طبعا هسيب لكم رقم مجدي في التعليقات ان شاء الله، هثبت لكم رقم مجدي في التعليقات اللي عايز اي شغل يسالوا عليه، اللي عايز يعمل اي شيء. طبعا هو شغال معانا، وبرده لو حد محتاجه في حاجه برده يعملها له، برده مفيش مشكله يعني ان شاء الله. ده السرير شيزلونج ما شاء الله، ظهر متنجد كابوتينيه، وده درج، ده درج على الجنب اهوت، ممكن تستخدمه في اي شيء، واللي هو عجل سحاب زي ما حضراتكم شايفين. وده ده رف اللابتوب او الكمبيوتر، يعني انت مثلا وانت قاعد على السرير بتسحب الرف ده عليك، يعني انا وانا قاعد بسحب الرف ده عليا عشان مثلا لو انا اشتغل على اللابتوب مثلا في شيء، ايباد تابلت. طبعا هو فتحه من على السرير اسهل، يعني هو وانت على السرير بتفتحه بكل سهوله من المقبض. ده له باكم اهوت، هوريلكم الباكم من تحت. ده باكم سحاب يعني جميل جدا ما شاء الله. ده بتبقى ميزته بقى لو انت قاعد على السرير، وده برضو كمان من ورا الشيزلونج ده خزنة. ده الباك مواد، ده مجرد ما بتقفل بيقفل بإحكام، وتفتح بيفتح لوحده. انت مجرد ما تفتح الضلفة وبترفعها بتفتح لوحده من الباك اللي هو حركه. شفتنا شوفوا المولة يا جماعة نضيفة ازاي، خشب فنلندي ما شاء الله، وده كابوتينيه محكم جدا. طبعا احنا برضو معانا الأستاذ هشام ابو احمد من كفر الشنهاب المنصورة، يعني ما شاء الله شغله ممتاز جدا في الكابوتينيه وفي التنجيد، وله محل في المنصوره. لو احنا بنتكلم وفي حد متابعنا من المنصوره، هو له محل في المنصوره برضه. هسيب لكم رقمه في التعليقات، ثبت لكم رقمه في التعليقات لو حد حابب يعمل شيء او ينجد اي شيء. طبعا دي الشماعه برضه اهي، برضه كلاسيك ما شاء الله عليها. طبعا هي الغرفه معموله ابيض في كشمير، طبعا احنا عملناها كشمير عشان تناسب لون التنجيد. طبعا الشماعه ما شاء الله ثلاث ادوار، وده الشيزلونج برضه اهو، لو انت حابب تريح مثلا ظهرك عليه او شيء. برضه ما شاء الله شايفين حضراتكم برضه الرفوف اللي في الجهه في الناحيه الشمال اليمين عفوا، دي ممكن برضه تستخدمها في اي شيء. طبعا الشيزلونج ما شاء الله معمول بشكل جميل جدا، مريح. طبعا يعني السرير فيه كذا ميزة، يعني لو انت عايز تريح رجليك، عايز تريح مثلا شوية بعيد عن السرير، دي الأرفف زي ما قلت لحضركم. الأرفف برضو بتستخدمها بأشكال كتير جدا. طبعا الشيزلونج له أشكال كتير، ويعني السرير الشيزلونج ده له كذا شكل، الزبون طبعا اختار الشكل ده، بس له كذا شكل يعني جميل جدا ما شاء الله وعملي. طبعا لما المرتبة بتتحط بقى بتساوي الأرفف، دي الشماعة وده كرسي بتاعها، وده الإزاز منتهى النقاء ما شاء الله. المراية برضو نقاوتها عالية جدا علشان برضو وانت واقف قدامها تبقى شايف نفسك كويس. طبعا ده السرير من الجنب. الغرفة يعني بصراحة فيها شغل كتير ان شاء الله، ربنا يبارك في الغرفة. طبعا يعني ان شاء الله معمول فيها شغل كتير ومخامتها عالية جدا. الكابتنيه برضه يا جماعه، برضه ده اللي عامل الكابتنيه ومنفذه الاستاذ هشام، هشام ابو احمد، هشام محمد. طبعا ده من كفر الشنهاب المنصوره، لو حابين اهم حاجه هو التليفون بتاعه في التعليقات، هثبت لكم التعليق بتاع رقم تليفونه في التعليقات ان شاء الله باسم هشام محمد. لو حابين تنجلوا اي شيء هو له في محل في المنصوره، ما شاء الله محل في المنصوره، وشغله كويس جدا واسعاره ممتازه وقريب في الاسعار، يعني هو يعني عارف ان الناس ظروفها صعبه وبيبقى قريب في الاسعار يعني بصراحه، عكس منجرين كتير يعني الواحد بصراحه بيبقى لما بيتكلم معاه في الاسعار ما بيتكلمش، ما فيش مشكله، لان هو حاسس بظروف البلد والغلا والخشب ولازم يعني الاسفنج طبعا زي بطريقه مهوله الاسبوع اللي فات ده، والخشب جميع المون تقريبا، ومش عايز اقول تقريبا كل شيء في مصر زاد، يعني كل شيء مصر زاد الفتره اللي فاتت دي.
فهسيب لكم رقم تليفونه في التعليقات، هثبته لكم لو حابين تتواصلوا معاه. هو انا محل في المنصوره، وطبعا اكيد حضرتك في ناس كتير من المنصوره متابعني. ده الشيزلون دوت، لو انت حابب تركن شويه مثلا، مش عايز تنام، طبعا الظهر برضه معلينه شويه. المرايه شايفين مقاومه المرايه يا جماعه، مع ان في مسافه حوالي 8 متر، لان طبعا عرض الغرفه حوالي 4 متر وعاكس المرايه، ورغم كده النقاوه عاليه جدا. كمان الشقه ما شاء الله النقاش اصلا كمان بغض النظر عن الموبيليا عاليه جدا يعني ان شاء الله. السرير برضه احنا نجدناه من تحت، بحيث برضه لو انت معدي او رجلك اتخبطت او شيء ما يبقاش في خشب، يعني السرير متنجد من تحت بحيث لو انت رجلك اتخبطت وانت معدي، لان المسافه بين السرير والدولاب صغيره جدا، فوارد رجلك تتخبط. فلو اتخبطت في الخشب طبعا هيبقى في الم يعني، فاحنا فضلنا ان هي تتنجد المسافه دي تتنجد علشان تبقى يعني كويسه جدا يعني. ده الخشب يا جماعه، شايفين جوده الخشب؟ ده خشب فنلندي. طبعا اللي متابع الخشب وعنده خلفيه عن الخشب عارف ان ده خشب فنلندي، والخشب الفنلندي بيتعرف من الروسي يعني. شايفين حتى العقد صغيره جدا. طبعا انت في الايام دي صعب تجيب خشب درجه اولى، لان اصلا المستوردين مع غلو الخشب عادوا بيجيبوا الفنلندي اللي هو السادس والسابع، 7.5 الشلبرد. فيعني النهارده عشان تجيب خشبه نظيفه في مصر، من يعني مش عايز اقول مستحيل، لكن صعب جدا. الخشب يا جماعه قليل جدا في مصر. اللي عنده شويه خشب النهارده كانه عنده شويه ذهب وعنده اثار يعني. للاسف احنا دخلنا في مرحله خطر جدا في الخشب، ربنا يعدها على خير. ده كابوتينيه من على قرب يا جماعه، شايفين الدقه، يا ربنا يبارك له ابو احمد يعني الشام. ان شاء الله زي ما قلت لكم هسيب لكم التعليقات. وده المقابض، ده النيكل اهوت، شايفين اللمعه والبساطه، برده جايبين نيكل بسيط والمقبض بسيط جدا. شايفين انا عاجبني قوي، شوفوا اللمعه يا جماعه والخدمه، الخدمه عاليه جدا جدا ما شاء الله، كاني انت واقف قدام لوح ازاز يعني. انا شايف نفسي اهوت في التصوير، وكل لمبات والسبوتات في الاضاءه هي ظاهره. خدمه عاليه جدا ما شاء الله، منتهى منتهى الجمال يعني، حاجه بصراحه عاليه قوي، شغل عالي جدا جدا ما شاء الله. ربنا يبارك المعاليس يا رب ان شاء الله. عفوا، ده طبعا ده الخزين او اللي هو اللي بنسميه الشيزلونج اللي في الخلف، او السرير كله كبير ما شاء الله. ده بقى بتثبت فيها لو انت عايز تخزن، لو انت في الصيف عايز تخزن شيء في الشتاء، او انت في الشتاء عايز تعين هدوم الشتاء يعني، او ادوات الصيف العكس يعني، لو انت في الصيف والشتاء وعكس بعضهم. الباكن بتاعها 3 مفصلات اهو، معاها باكن. مجرد ما بتفتح الضلفه بتفتح معاك من الباكن على طول اوتوماتيك يعني. طبعا للمصداقيه برضو، احنا الحمد لله ما بنجيبش شغل جاهز خالص، مش بنجيب شغل جاهز ونعرضه، لا احنا بنجيب الحمد لله شغل بننفذ على ايدينا، وبنختار الشغل، بنجيبه خشب وابلكاش وبنصنعه على ايدينا الحمد لله، ما بنجيبش اي شغل جاهز خالص. وللمصداقيه برضو انا هجيب لكم صوره السرير، هجيب لكم فيديو للسرير، هو لسه على الابيض واحنا بنصنعه يعني. هجيب لكم فيديو للسرير، احنا لسه بنصنعه عندنا في الورشه وخطوات تنفيذه، علشان برضو يبقى في مصداقيه، لان في ناس كتير بتجيب شغل جاهز انضمام. ده السرير يا جماعه قبل التنفيذ وفي الورشه. دي طبعا بيتنا هو، وده الورشه بتاعتنا قبل التنفيذ اهو زي ما انتم شايفين. الحمد لله ما بنجيبش شغل جاهز خالص، بنجيب من عشان تبقى نعمل على ايدينا. ده السرير ماشي، افتح بقى، شايفين السدابه بتاعتنا كلها ماشي، افتحها بقى. ده الباكن هو زي ما بقول لحضرتك، ماشي اقفل المفتاح، مجرد ما ترفع الضلفه بيرفع اوتوماتيك، بتضغط بتقفل. افتح كده، شايفين جوده الخشب يا جماعه، خشب ابلكاس سي 3 مللي، ما تجيبش اللي هو الصيني خالص، ماشي شوفي، ما تجيبش ابلكاس سي ده خالص، الحمد لله عندك في الورشه خالص عشان نبين بس 3 مللي، معلش مصنع 14 او 2 او 25 الحمد لله، ما فيش اي لاب خالص في الخامات. المصنع 14 و2 و51 و25 و2 ده من اعلى المصانع في مصر. ده السرير اهوت على الابيض قبل ما ندهنه عشان تبقى في مصر. ده الباكن، ده الباكن هو يا جماعه بتحطوا عليه طبعا، ده لو انت بتحط عليه اللابتوب ولا حاجه، وطبعا لما تحطوا المقبض ده اسهل. في النهايه طبعا بشكركم على المشاهده، واتمنى بس تعملوا لايك، ما تنسوش اللايك، واللي لسه ما اشتركش يدعمنا بالاشتراك ويعمل لنا سبسكرايب للقناه، وكتبوا لنا تعليق لو في اي استفسار، ان شاء الله ارد عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.